عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم. الشج هو الشق والجرح في الوجه، وقد يستعمل في غيره كما قال ابن الأثير في كتابه النهاية. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. الرباعية هي الأسنان التي بعد الثنية، فالثنية السنان في أعلى وأسفل، ما بعدهما الرباعية، ثم بعدهما الأنياب. فكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من أمر شيء. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذا القوم ليس له من الأمر شيء. في أقوام أشركوا بالله ثم زادوا على ذلك بأن آذوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن شجوا رأسه وكسروا رباعيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلاحظوا أمرين: الأمر الأول رفع درجة وعلو مكانة الداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني سوء حال المدعو عليهم، والنتيجة أن الله لا يستجيب دعاه ويقول ليس لك من الأمر شيء، فغيره من الصالحين من باب أولى، ثم من يدعى أنهم صالحوا ليسوا كذلك من باب أولى وأولى. قوله وفيه أي في صحيح البخاري عن ابن عمر الحديث، لكن في هذا الحديث أنه في هذا الحديث زيادة على ما تقدم أنه يدعو في صلاته، هذا أولا. ثانيا أنه سماهم بأسمائهم في هذا الحديث برواية أخرى. الأمر الثالث أن الصحابة الكرام وهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء كانوا يؤمنون على دعائه، والنتيجة لا يستجيب الله الدعاء ويقول ليس لك من الأمر شيء. إذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من الصالحين، فضلا عمن لا ينسب إلى صلاح ولا فساد، فضلا عن الطالحين من باب أولى. فهل بعد هذا يصح لأحد أن يتعلق بالأولياء ويعبدهم من دون الله بحجة أنهم صالحون؟ كلا. وأحد معركة بين الإسلام والكفر، فهؤلاء المشركون معتدون وآذوا وحصل منهم ما حصل، فيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ويؤمن الصحابة على دعائه فلا يستجيب الله دعاءه. إذن في هذا عبرة لما كتب المصنف هذا الباب من أجله، وهو أنه لا يصح التعلق، لا يصح الإشراك بغير الله بحجة أنهم صالحون. ولو تأملتم في غزوة أحد بمعصية واحدة هزم الصحابة، ومثل ذلك قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، بالعجب هزم الصحابة. فيا إخوة، أين ذنب معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم متأولين، وذنب الصحابة وذنب العجب في حنين بالنسبة لذنوب المسلمين اليوم؟ وذلك أن أعظم ذنب يعصى الله به وهو الشرك قد عم وطم أكثر بلاد العالم الإسلامي، وهذه مشكلة كبيرة. وأكبر منها أن أكثر الدعاة في العالم الإسلامي لا يعتنون بالتوحيد، منهم من لا يعرفه البتة، ومنهم من يعرفه على غير وجهه، ومنهم من يعرفه ولا يدعو إليه حتى لا يفرق الصف، ومنهم من يعرفه ويهون من أمره، فلا يبقى إلا ثلة قليلة وهم أهل السنة السلفيون الذين يهتمون بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة، فلله درهم وعلى الله أجرهم. فلذا ينبغي
أن يكون أن لذا ينبغي أن يكون من يريد الله والدار الآخرة أن يكون داعية توحيد وأن يعتني بالتوحيد تعلما وتعليما. والله تعجب من خطيب يقوم على منبر يتكلم على الأخلاق والآداب وهذا خير، لكنه يغفل الكلام على التوحيد، وتمر عليه السنة والسنتان لم يخطب على التوحيد ولا عن الشرك ولا عن نواقض الإسلام إلى غير ذلك، وهذا خطأ كبير. ينبغي أن يعتني الدعاة والمصلحون بالتوحيد، فهم نخالة المجتمع وصفوته، فإذا لم يعتنوا هم بالتوحيد فمن من ينتظر أن يعتنى بالتوحيد؟ نعم.